عندي 2 رنجة مكعبات مخلية، وبصل أخضر مفروم، وعندي طماطم متقطعة، وفلفل ألوان مكعبات، وعندي جزر برضو ممكن أبشره أو ممكن أقطعه مكعبات، والخيار برضو على حسب برضو الرغبة، حابين لو تبشروا شوية أو تقطعوه مكعبات. بس طبعا السلطة دي تتاكل على طول، يعني مينفعش تسيبوها، وزيت وخل وعصير ليمون، وعندي 1/2 كوباية من الطحينة. تمام، تعالوا بقى ايه نمكس كده كل الكلام ده الحلو مع بعض. عندي القطع بتاعت الرنجة وقطعها كده مكعبات. تمام، طب لو انتوا عندكم الرنجة مملحة شوية ومحتاجين ان انتوا تقللوا الملح بتاعها، تقدروا ان انتوا تحطوها في مية مغلية شوية وتقوموا مقشرين القشر بتاعها، هتاخد شوية من الملوحة اهو بالشكل ده كده. هحط الطماطم، هحط شوية من الخيار. شوفوا لو انتوا مش بتحبوا الخيار، يعني انا مثلا من الناس اللي بشيل الخيار من سلطة الرنجة، عندي ما بحبوش قوي، فتقدروا ان انتوا تحطوا اللي انتوا حابينه. عندي بصل اخضر او ممكن بصل عادي على حسب ما انتوا تحبوا وتحبوا تحطوه عليه. عندي طحينة بالشكل ده كده، وعصير ليمون، والخل، وشوية الزيت. أحلى سلطة رنجة بقى بعيش بلدي كده، تبقى زي الفل. حطهم بقى هناك يا سلام. تعالوا بقى نقلبها وننزل بمقادير البيتي فور. ناخد بس يلا نقلب. هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. مقادير البيتي فور على الهوا اهي. لا عايزاه 4 كوبايات من الدقيق، وكوبايتين من الزبدة، ورشة ملح، وكوباية سكر بودرة اللي هنضربها مع الزبدة، وعندي 2 صفار بيض ومعلقة كبيرة من الكاكاو. احنا هنا استخدمنا صفار بيض وبيضة كاملة، اعتقد في الوصفة استخدمنا صفار بيض وبيضة كاملة عشان برضو ايه ما استخدمناش الـ2 صفار. تمام، مربى بقى للتزيين او شوكولاتة سبريد او اي حاجة انتوا حابينها. تمام، دي كده سلطة الرنجة البيتي فور. المقادير نزلت على الهوا اللي حابب يصورها، واحنا عملناها كان مع بعض اليومين اللي فاتوا. لو حابين برضو تشوفوا كل التفاصيل عملنا ايه وضربنا ايه مع ايه كل الكلام ده، تقدروا ترجعوا للحلقة على اليوتيوب. هنبدأ بقى ايه نغرف كده شوية سلطة الرنجة. تمام، احنا خلصنا. تمام، ايوه، تعالوا نحط السلطة.